أهلا بكم. سرق الأرجنتيني ليو ميسي نجم برشلونة الأنظار عقب الوصول إلى مدريد من أجل خوض الكلاسيكو اليوم السبت. ووفقا لوسائل إعلام رياضية فإن جمهور برشلونة انتظر وصول بعثة الفريق إلى الفندق منذ الساعة 11 صباحا بتوقيت إسبانيا قبل أن تصل الحافلة في الساعة 12:45 ظهرا. وأشارت ذات المصادر إلى أن الرئيس خوان لابورتا والمدرب كومان حصل على بعض التصفيق من الجماهير بمجرد الوصول، لكن الجميع كان ينتظر ظهور ميسي وظلوا يهتفون بارسا بارسا ميسي. وأوضحت ذات المصادر أن الجمهور قام ببعض التشجيع عند نزول كل من بيدرو وبيكي وغريزمان من الحافلة، لكن ميسي تأخر كثيرا في النزول حتى ظن الجمهور أنه ظل في برشلونة ولم يأتي مع الفريق لخوض الكلاسيكو العالمي. وبدأوا في طرح الأسئلة حول هذا الأمر، لكن في الأخير ظهر ميسي داخل الحافلة واشتعل جنون الجمهور بمجرد نزول ميسي بمفرده من الحافلة في وقت متأخر ليحصل على القدر الأكبر من الهتافات. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.